السلام عليكم. هاد المرة جيتكم بتيتانيك الأطلس المتوسط واللي معروف بتفردوست اللي جاية ما بين بولمان وسكورة مداز. الدوار ديال تفردوست ضروري ما تقطعلو من هاد القنطرة هادي اللي عندها قصة كيفاش تبنات لكن ما عرفتش مدى الصحة ديالها. خاصك تدوز من هاد 5666 درجة باش تقدر توصل للدوار. راس ديال الدروج كتشوف هاد الجمال كيقولوا من أقدم المساجد، وعلى اليمين ديال هاد الصخرة هادي اللي كتعطيك واحد الإطلالة اللي واعرة بزاف كاين هاد الباب اللي كيدخلك للدوار ولواحد الحقبة زمنية اللي بعيدة بزاف. دوار تبارك الله عليك الضو على صخرة واحدة، على اليمين ثاني غتلقى صخرة واحدة أخرى فيها عاوتاني بني واحدة أخرى. تسمى تفردوس لأن المنطقة غنية طبيعيا، وفي روايات أخرى هي نسبة الكلمة الأمازيغية أفردوس، وإلا جينا نشوفها حتى باللغة العربية غنلقاو أن تفردوس جاي من الفردوس. هنا كانت واحد المعصرة ديال الزيتون قديمة اللي كتخدم بطريقة تقليدية جدا. من بين البلايص اللي تقدر تشوفهم اللي في المناظر طبيعية وتبرد مع راسك هي عين فياح اللي كاينة تحت الدوار مباشرة، مع أنها كان شلال تما قبل ما مبقاش. هنا سالينا بسلامة.